في العلوم الشرعية وفرع دار الحديث أيضا بتطوي تعرضوا إلى مداهمة يوم الخميس الفارط، وكانت بطريقة فظة لأنه استعملت فيها أنفار عديدة من التشكيلات مختلفة، من الجيش، من الحرس الوطني، من الأمن، فرق مختصة كانت ملثمة وتحمل ما يسمى بالكاكول. وكانت هناك في المركز هذا اللي في البير الأحمر اقتحام وخلع، والحال أنه بمجرد اتصال برئيس المركز يعني ذهب مباشرة وفي جيبه مفتاح ليفتح المكان، لكن وجدهم قد خلعوا ولم ينتظروا قدومه. ثم أيضا في فرع دار الحديث بتطاوين تم معاملة الطلبة وأستاذ كان موجودا هناك بطريقة مهينة جدا، إذ تم إجبارهم على الجثو على ركبهم ووضع الأيدي فوق رؤوسهم وإشهار السلاح في وجوههم بطريقة بعد أن دفعوهم، لأنه قالوا لهم أنتم داخلين للمكان، قالوا نعم من لول في الشارع كلموهم يتفضلوا، ولكن أول ما تجاوزوا باب الدخول أصبح هناك دفع وإجبار على الجثو على ركبتين، حتى أن أحد الأعوان من منطقة مدنين منطقة تطاوين تدخل وقال هذا الشيخ متاعهم لا فايدة في أنكم معناها تجبروه على الجثو على ركبتيه، فأحد المتدخلين من فرقة المختصة اللي جت من تونس نهره وقال نحن نعرف ايش نعمله، وأنزل الشيخ على ركبتيه لمدة نصف ساعة، وظلوا مجبرين إياهم أن يجعلوا رؤوسهم إلى الأسفل بشكل أنهم معناها بقوا يسألوا فيهم ورؤوسهم إلى الأسفل لا يسمح لهم بأن ينظروا إلى فوق. ثم بعد ذلك اعتذروا منهم، قالوا والله جاءتنا إخبارية خاطئة بأن هناك غرباء يبيتون في هذا المقر. ونفس الشيء قيل للمسؤولين عن المركز هذا اللي موجود في البير الأحمر. أكثر من ذلك أخذت أسماء كل الذين يدرسون في دار الحديث بتونس اللي هي فرع التطاوين، وقيل لهم أنه سيقع استدعاء هؤلاء الطلبة كل يوم 3 أنفار ليسألوا، وأجبر الشيخ عبد المجيد الأسود هذا اللي يدرس في المكان أجبر على إمضاء على وثيقة فيها التزام بأنه لن يخرج عن المنهج المالكي أو المذهب المالكي، وأن يلتزم بالعقيدة الأشعرية. وهذا الحقيقة خطير، لأنه إحنا اليوم إذا كان أصبح تدخل من وزارة الداخلية في مسائل دينية لا علاقة لها بها ولا اختصاص لها في ذلك، هذا أمر خطير، لأنه اليوم لسال أن يتساءل هل أن المسيحيين الذين يمارسون طقوسهم اليوم يجبرون على أن يتتبعوا مثلا المذهب الأرثوذكسي أو المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي؟ يعني هذا أمر خطير، كما لا نرضاه عند المسيحيين واليهود الذين يحمى حجهم في الغريبة ويدعى إلى في إطار تقارب الديون، كما قالت وزيرة السياحة يدعى إلى أن يتقارب وأن يحج إلى الغريبة. أيضا نريد أن يتعامل الجمعيات الإسلامية في دولة مسلمة أغلب سكانها مسلمين ومالكية يعاملون على الأقل بهذا الاحترام أو الحد الأدنى الذي يكفل لغير المسلمين. يعني ولا وشي تو المسلمين بشي ولي وأقلية يطالبوا بحق الأقليات؟ أنا أقول هذا تجاوز خطير، وما يحصل من هذه المداهمات بهذا الشكل الفاضح هو أمر خطير جدا، وهناك رغبة لدى هذه الجمعيات في التشكي وتقديم شكايات ضد من اعتدى عليهم وانتهك حقوقهم. واليوم مرصد حقوق الحريات كجمعية حقوقية هو الأكيد واقف مع المظلوم، سيدافع عنه مهما كان دينه، مسيحيا، يهوديا، مسلما، مالكيا أو حنفيا أو غير ذلك، لأنه احنا أصلا قررنا وهذه سبق لكم أنتم كإذاعة تطاوين أن يكون هناك فرع لمرصد حقوق الحريات، أول فرع سيؤسس سيكون في تطاوين، يعني انتصارا لهؤلاء المظلومين الذين ظلموا وأحسوا بأنهم لوحدهم. فنقول لهم أن المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون لن يتركوكم وحدكم، وسنقوم بالواجب كما يجب، وكل انتهاك يحصل على كل إنسان تونسي مهما كان دينه أو لونه أو أصله نحن مستعدون للدفاع عنه في إطار القانون.